يا ناس انا اقول في شيء طلع مسحور متعلق بشليل شمسه. يا حيف والله. يا مهره اسكتي، لا حد يسمع وتصير مصيبه. قومن معي، ابو عربه يمشي بين البيوت. قومن وانا خليكن تعرفن ان اللي اقوله هو صحيح. شلون يعني؟ قومن وانا شوفكن بعيونكن. اعقلي يا حرمله تنجنين. ما ودي اسوي شيء، ودي انادي عليه بصوت عالي بس. واذا مد يده وضربتش؟ مسحور. ما انا شمتانه، ابو عربه غالي علينا كلنا، بس ودي اياكن تعرفن ان شمسه اسكتت وهي فرحانه وتدري وهي على علم كل شيء. انا ما اروح والله غير تقولي.